أيضا مشاهدينا، من التحديات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟ ففي إحدى هذه التحديات عبر سناب شات كان تحدي سموه One Chips. هذا التحدي شارك فيه مراهق من ولاية ما أقدر أنطق ماساتشوستس، أوكي، من خلال تناول، يعني ما لقيت له هالولاية الله يسامحكم، أصعب ولاية، من خلال تناول كمية كبيرة من أكياس الشيبس الحار. والصدمة أن هذا التحدي أدى إلى آلام في المعدة، وبعدها تخيلوا أنه هذا الشاب توفي بشكل مباشر. عرفنا الشيبس الحار اللي كل الأطفال يحبونه، أنا ما أدري وشلونه ولا، بس إنه مرة حار لدرجة إنه يحرق المعدة ويسبب لهم حرقان. مصدومة من هذا الخبر، مو لدرجة إنه يوصل للوفاة، فبصراحة مرة يخوف. ليش يا مها؟ قبل فترة بعد كان في خبر زي كذا أتذكر انتشر، إنه واحد طفل كان ياكل النودلز اليابانية أو الكورية اللي معروفة بحرارتها، وصار عنده مشكلة. فلما راجعوا عليه المستشفى قالوا انه فعلا بسبب الحراره الزايده ممكن تسبب مشاكل جسم الطفل، فاحس انه شيء مره طبيعي، فلازم الوحده تكون طيب حريصه. انت بس بسالك ودي اذا تسمحي لي، يعني انت كأم اليوم، هذه التحديات لما مثلا تشوفين اطفالك متحمسين مع تحدي معين، هل انت تتدخلين او تشوفين وش هالتحدي؟ يعني كيف تتصرفين انت كأم لما تشوفين اي تحدي سواء هذا او غيره؟ شوفي مها، الصراحه يعني الصدق انه انا احس انه انا مع مثلا عيالي وضعي أم، يعني ما أقول إني أنا مرة مثالية، بس أعتبر نوعا ما مثالية. أنا أخذ وأعطي معهم، أتناقش، يعني زي ذا الخبر أنا قريته أمس في الجروب على طول، وريته لولدي، شفت إيش صار، شفت إنه مات عشان سوى التحدي. الواحد ما ينفع يسوي أي تحدي من غير ما يفكر. أي تحدي أنا أرحب فيه، بس تعال أنا وأنت نسويه عشان لا يلجأ لأصحابه، وأخلي له أكثر سعادة إنه يستانس، ينبسط معي أكثر من الأصدقاء. أحط فيه مسابقات، أحط فيه مبالغ جوائز عشان يلجأ لي، أنا ما راح يلجأ لأخويا. صح صح صح. وأنا أتمنى كل الأمهات يكونون مركزين، حتى الآباء يكونوا مركزين مع أطفالهم، لأن التحديات ترى ممكن زي ما شفنا في الخبر تودي بحياة الأطفال.